شمسنا بنتكلم في الفترة الأخيرة قاعد نشوف التجميل في العراق عليه إقبال كبير، وما شاء الله أنت في الميديا وبنفس الوقت يعني أكيد تهتمين في هالأمور، العناية وبعض التجميل. تشوفين في مبالغة صار في العراق من ناحية البنات في التجميل؟ رحتي للعراق قبل؟ أنا قاعد أشوف الميديا، أنا البعض يقول يعني أنا ما رحت. أنت تشوفين رغم هم معروفين ما بالجمال. رحت، أنا قاعدة أشوف السوشيال ميديا، ما رحت ما أقدر بس ما تشوفين بعض أنا قاعدة أتكلم بالجانب البنات اللي يطلعون في الميديا، يعني ما تشوفين في مبالغة بالتجميل؟ شوفي، عالم التجميل هاجس أصبح يشغل بال المرأة والرجال. يعني أنا مثلا وجه إعلامي المستشفى تجميلية في الإمارات صار لي 3 سنين، أشوف الشباب تجي أكثر من البنات. معقولة؟ ما بين شفط، خشم، تنظيف بشرة، سكس باك، يعني فهذا هاجس أصبح يشغل الكل، ما يقتصر في دولة معينة أو مجتمع معين. أنت مسوية تجميل؟ يس. أوكي، صريحة. أعلنها، أسويها لايف، أسويها بس لايف. أنت بالأساس حلوة، أسويها يعني ما كنتي حلوة، حتى لو ضفتي بعض التجميل ما راح تصيرين بنت حلوة، صح؟ ذكرتي مرة من المرات أو في أحد اللقاءات أن أنت نخلة عراقية. صحيح. وصار على هالموضوع أن ضجة دعوة. صحيح. شون كذي؟ أنا هيك أشوف نفسي. تشوفين نفسك؟ صحيح، نخلة عراقية ومثمرة بالتمر. الله. يعني مو بس نخلة وبس، لا، عندي ثمار. واللي هاجموك؟ يشمروني بحجارة وقع لها تمراية. الله كريمة. حلوة حلوة الكلام. صرت شاعرة فجأة. شاعرة. اليوم ما تفكرتي يعني ما شاء الله شهرة، أنت عندك مشهورة واسمك ترند، ما كان ودك تدخلين في عالم الفن والتمثيل؟ شوفي، بالنسبة للتمثيل انطرحت علي عروض كثيرة مع المنتج محمد الصيرفي الكويتي، وجه له تحية، مع محمد السبكي في مصر، بس أنا ما أشوف نفسي ممثلة ناجحة، يعني ما أشوف أنه راح أنجح بهذا الموضوع. أحس لا، ما راح أكون ممثلة، أوكي، ما أقدر أوصل إحساسي للجمهور، يعني إحساس الدموع وهيجي ما أقدر أجذبه بهذا الموضوع، لأنه أنا من النوع الحيل عفوي وصريح، فما يعني أقدر. يعني ممكن تجيبين العيد؟ جبته وخلصت من أول الحلقة. الله يستر، ايش راح يصير؟ لا لا، ماكو إلا كل خير.